بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز والدين، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، سورہ بنی اسرائیل جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے، چھ رکوع ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے مکمل پڑھ لیے ہیں. اب ہم اس سبق میں سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 7 شروع کر رہے ہیں. آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں. سامعین محترم، یہاں سے سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا، یہ آیات ہم 12 نمبر 1 کے اندر مکمل پڑھ چکے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تَعْزِيمٌ زِيرْ تِسْ، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ لمن خلقت طينا. قال أرأيتك، قال أرأيتك هذا الذي هذا الذي ذال لام زبر ذل لام زبر لام هذا الذي كرمت، قاف را زبر كر، را ميم زبر رم، كرمت علي
عين زبر غا لام يا زبر لي يا زبر يا علي لئن لئن أخرتني حمزة خا زبر أخ خارا زبر خار أخرتني إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة لأحتنكن لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب لام کو زال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے قال اذهب فما تبعك منهم فإن جهنم فإن جهنم جزاء موفورا حمزة دو زبر ميم أم ميم واو زبر مو جزاء موفورا واستفزز من استطعت یہاں پہ ایک تا ہے دوسری تا ہے یعنی باریک اور موٹے حرف کا دھیان رکھنا ہے من ہم بصوتی کا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ وَرَاجِلِكَ یہاں پر یہ لفظ وَرَاجِلِكَ بِخَيْلِكَ وَرَاجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ
والأولاد وعدهم وعدهم وما يعدهم الشيطان وما يعدهم الشيطان هم الشيطان إلا غرورا إن عبادي إن عبادي ليس لك ليس لك عليهم عليهم سلطان. وقت کی حالت میں اس لفظ کو سلطان پڑھیں گے. وكفى بربك وكفى بربك وكيلا وكيلا ربكم الذي رب ربكم الذي ربكم الذي يزجي لكم الفلك لكم الفلك في البحر في البحر لتبتغوا من فضله یہاں پر غنہ کیا جائے گا اور یہاں پر وقف کریں گے إنه كان بكم رحيما إنه كان بكم رحيما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ مَسَّ ميم سين زبر مس سين زبر سا مَسَّكُمُ الضُّرُّ كاف پیش کو ميم ضاد پیش مد ضاد را پیش در را پیشرو کم الدر مسکم الدر فی البحر بل ضاد لام زبر ضل لام زبر لا بل فی البحر ضل ما تدعون إلا إياه حمزة يا زد إي يا ألف زبر يا إياه فلما
نجاكم، نون جيم زبر نج، جيم كري زبر جا، نجا، كاف ميم بشكم، نجاكم، فلما نجاكم إلى البر، همزة زر إي، لام لام زبر لل، إلى البر، أعرضتم، همزة عين زبر أعرض، راض زبر رد، أعرضتم، أعرضتم، وكان الإنسان كفورا، وكان الإنسان كفورا، كفورا. أفأمنتم، أفأمنتم أن يخسف بكم، أن يخسف بكم جانب البر، جانب البر، أو يرسل عليكم حاصبا، حاصبا، ثم لا تجدوا، لا تجدوا لكم وكيلا، لكم وكيلا. أفأمنتم، أفأمنتم أن يعيدكم، أن يعيدكم فيه تارة أخرى، فيه تارة أخرى، فيرسل عليكم، فيرسل عليكم قاصفا من الريح، قاصفا، فادو زبر ميم فم، ميم زرمي، نون را زبر نر، را يا زري، قاصفا من الريح، فيغرقكم، فيغرقكم، فيغرقكم بما كفرتم، بما كفرتم، ثم لا تجدوا لكم، لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، لكم علينا
به الذبيعة. ولقد كرمنا ولقد كرمنا بني آدم بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات من الطيب من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن كثير ممن خلقنا تفضيلا تفضيلا سامعین محترم سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 7 یہاں پر مکمل ہو گیا ہے میں امید کرتا ہوں آپ اس کو غور سے سنیں گے اور یاد بھی کریں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو سیکھنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون